يبيع علي بطاقات اليانصيب من أجل جمع تبرعات للمدرسة. يبلغ ثمن البطاقة 3 دولارات، وهو يعلم أن كمية المال الذي جمعه عبارة عن اقتران لعدد البطاقات التي يبيعها، فما هو مجال هذا الاقتران؟ إذن دعونا نكتب مجال لكمية المال الذي جمعه، وهو عبارة عن اقتران أم سيكون اقتران لعدد البطاقات التي يبيعها. إذن الاقتران تي هو اقتران البطاقات، وأم هي كمية المال الذي جمعه للاقتران عدد البطاقات. إنه اقتران مباشر جدا، ثمن كل بطاقة هو 3 دولارات، أي أنه يحصل على 3 مضروبة في تي دولار أو 3 تي دولار. هذا هو مقدار المال الذي جمعه. المطلوب منا الآن هو أن نجد المجال والمدى لهذا الاقتران. ربما يبدو أمرا صعبا، لكن تذكر أن المجال هو ما يمكنني أن أدخل إلى الاقتران. ماذا يمكن أن أدخل إلى الاقتران؟ المجال. لنسأل هنا ما هي احتمالات قيمة تي التي يمكن إدخالها إلى الاقتران. المجال هو ما هي القيم الممكنة التي يمكن أخذها للاقتران. فكروا بهذا. ربما ستقول أولا أنه يمكن وضع تي في الواقع. ما يقوم به أنه يبيع البطاقات، وبالتالي لا يمكن أن يبيع عدد سالب من البطاقات، أو يبيع 0 بطاقة، أو يبيع عدد هائل من البطاقات. أعتقد أنه يمكن أن يبيع عدد نهائي، ولكن بلا شك لا يمكنه أن يبيع عدد سالب من البطاقات، ولا يمكنه أيضا أن يبيع عدد غير كامل أو يبيع نصف بطاقة. إذن المجال لهذا الاقتران، المجال هنا يمكن أن نقول أنه تي يجب أن يكون عدد صحيح غير سالب. إذن تي يجب أن يكون عدد صحيح غير سالب. أعتقد أن هذا يعطي ما نتحدث عنه، غير سالب، بدلا من أن نقول أنه يمكن أن يبيع أي بطاقة، لكن لا يمكن أن يبيع -1 أو -2 بطاقة. إذن المجال أي عدد غير سالب، يجب أن يكون عدد صحيح. إذن هو بلا شك يجب أن يكون عدد صحيح. دعونا نفكر في المدى. المدى عبارة عن القيم الممكنة التي يمكننا أخذها. إذا كانت تي دائما هي عدد صحيح غير سالب، كم ستكون 3 تي؟ حسنا، سيكون عدد غير سالب من مضاعفات 3. إذن عدد غير سالب من مضاعفات 3، حيث لا يمكنه أن يجمع 2 دولار أو أن يبيع 0 بطاقة. دعوني أكتب هذا. يمكنه أن يبيع 0 بطاقة، وهذا يعني الحصول على 0 دولار. وإذا باع بطاقة واحدة سيحصل على 3 دولار، وإذا باع بطاقتين سيحصل على 6 دولارات، وإذا لا يمكنه أن يحصل على 2 أو 4 دولارات. كل قيمة ممكنة لكمية المال الذي جمعه للإقتران يجب أن تكون من مضاعفات الرقم 3، لأن المجال الذي لدينا هو الأعداد الصحيحة